أقلام ثلاث أقلام لما لم تصبوا شيئاً؟ معلمتي كيف لن أحصر وطني في ورقة وهو بحجم الكون؟ كيف لن أحصر وطني في ورقة وهو أجمل قصيدة في ديوان الكون؟ كيف لي أن أحصر وطني في ورقة وهو ذلك الحب الذي لا يتوقف وذلك العطاء الذي لا ينضب؟ كيف لي أن أحصر وطني في ورقة وهو يسكن في كل خلايا جسمي؟ كيف لي أن أحصر وطني في ورقة وهو مأوى طفولتي ورائحة خبز أمي حينما يكون ساخنا؟ إنه في دعوات جدتي أثناء صلاتها. الله يحفظ البلاد. إنه في ذلك الهواء الذي أتنفسه كل صباح حين ذهابي إلى المدرسة. كيف لي أن أحصر وطني في ورقة؟ كيف لي أن أحصر وطني في ورقة وحبي له بحجم قلبي الصغير؟ اقتربي مني معلمتي، ضعي يدك على قلبي، إنه مرسوم هنا بشرايين القلب. مكانك يا وطني كبير في قلبي وعشقي عظيم لا يوصف، وكيف لي أن أحصر وطني في ورقة؟ خبأتك يا وطني في قلبي ورعيتك في عيوني وتزينت باسمك يا وطني. انظر يا معلمتي، انظري إلى عيوني، ألا ترين جماله؟ تحسسي عطري، ألا تشمينه؟ كيف لي أن أحصره في ورقة؟ أنا يا وطني لست إلا عاشقا يحاول أن يغني لك شيئا يليق بك في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا. ذكرى